أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، وبين قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا؟ ما بين التعارض، ولئن هذا على الفرض، ولئن اتبعت أهواءهم، لكن لا يتبع أهواءهم لأن الله ثبته، فلا تعارض بين الآيتين. نعم.